وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإذا اكتشفت المرأة أن زوجها ينظر أو نحو هذا فهو لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يعلم أنها عرفت، وهنا تنصحه هي وتحضر مثلا بعض الكتيبات أو المقاطع النافعة في هذا الباب. هذا من جهة النصيحة. وإما أن لا يعلم أنها عرفت، وهنا أنا أنصح المرأة أن لا تخبره حتى لا ينكسر ما بينه وبينها، ولا تعلمه أنها عرفت، لا تعلمه أنها نظرت في جواله ورأت شيئا، لا تعلمه أن كذا، حتى تحافظ على هيبته وما بينه وبينها، ويبقى ما بينهما يعني قائما، وحتى لا يتجرأ عليه إذا علم أنها عرفت فيهون الأمر عليه، فتبدأ عنده جرأة أكثر. ولكن لا تتركه، تنظر إلى يعني رجل صالح من إخوانه حكيم، أو من أصدقائه حكيم ويكتم السر، وتقول له: لو حدثت فلانا عن موضوع كذا وكذا، لو أنك كذا، أنا أشك في كذا، لو أنك نصحته في هذا الباب بدون أن تذكر شيئا عني ونحو ذلك. Yuk jadi bagian dari dakwah Najiyah TV. Dukung operasional dan sewa satelit Najiyah TV. Raih keberkahan dan pahala amal jariah yang terus mengalir tiada henti.